قاموا بعمليات الإنقاذ والتعامل مع جميع الحالات عند وقوع الحوادث. بدأ الدكتور فؤاد داغستاني وزوجته الدكتورة سميرة صادق العمل في صمت لتأسيس الفريق السعودي للإنقاذ وإنشاء برنامج قف وساعد، الذي يعتبر أول برنامج سعودي للإنقاذ يتضمن الإنعاش القلبي الرئوي والإسعافات الأولية وتهيئة المصاب في موقع الحدث وطرق إخراجه من المركبة أو تحت الأنقاض وطرق نقل المصابين وإيصالهم إلى المستشفى. فكرة فريق إنقاذ السعودي بدأت من الازدياد على نسبة الموتى والمشلولين الذين يصلون إلى المستشفيات بعد الحوادث المرورية، لذلك قررنا أن نقوم بتدريب المجتمع بكافة شرائحه لأنهم هم المستخدمين للطريق، حتى يتعلموا الطريقة المثلى لنقل المصابين والطريقة المثلى لتطبيب المرضى. وتعمل زوجة الدكتور فؤاد الدكتورة سميرة على تعليم السيدات السعوديات طرق وأساليب الإنقاذ لتصبح المرأة السعودية قادرة على مساعدة أولادها وزميلاتها في حال وقوع أي حادث. يطمح مؤسسو الفريق إلى تدريب 100,000 متدرب في السنة الأولى، هذا بطبيعة الحال إذا تضافرت كل الجهود في جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتدريب منسوبيهم لخدمة الوطن. كثير من المآسي تحصل لبعض المصابين بسبب نقص معلومة، ممكن تكون معلومة بسيطة جدا، وهي هذه المعلومة اللي احنا بنتحصل عليها من خلال برنامج قف وساعد. بس بعد الدورة هذه ان شاء الله نكون نقدر نساعد الآخرين. استشعر الشباب والفتيات السعوديين أهمية التدريب على عمليات الإنقاذ، وذلك لتقديم المساعدة عند وقوع الحوادث، وما يزال فريق الإنقاذ السعودي يحاول نشر ثقافة التدريب والإنقاذ في المجتمع ليكون قادرا على مواجهة ما يقع من أحداث. مشعل عنزي، العربية، الرياض.